بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كان الحديث حول الروايات المروية عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، أعلى الله مقامه الشريف وحشره الله مع أبي عبد الله الحسين، حول فضائل ومناقب الإمام أمير المؤمنين. وأما هناك رواية مروية في كمال الدين للشيخ الأقدم الثقة الجليل الصدوق المولود بدعاء المهدي المتوفى سنة 381 للهجرة في كتابه القيم جدا كمال الدين وتمام النعمة، ذي الآية بسم الله الرحمن الرحيم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول: لما نزلت هذه الآية قلنا لرسول الله، قال جابر لرسول الله: يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته. هنا مع احتراماتي لهذا الصحابي الجليل حينما يقول للنبي عرفنا الله ورسوله، هذه المعرفة معرفة ظاهرية أم معرفة حقيقية وجوهرية؟ لا شك بأن هذه المعرفة هي المعرفة الظاهرية وليست هي المعرفة الحقيقية والجوهرية والأصيلة. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن ندرك هذا المعنى ونصل إلى كنه الموضوع. هذه نقطة. النقطة الثانية، جابر حينما يقول لرسول الله: يا رسول الله، من أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ هذا يحتاج إلى توضيح مهم. من أولو الأمر يا رسول الله الذين أصبحت طاعتهم طاعته؟ نحن نستنبط من هذا الاقتران العصمة لأهل البيت. لماذا؟ لأن إطاعتهم إطاعة النبي. إخواني، إطاعة النبي إطاعة من؟ إطاعة الله. إذن إطاعة أهل البيت إطاعة الله عز وجل، فمن كانت إطاعته إطاعة الله من المستحيل أن يعصي الله سبحانه وتعالى، وهذا أقوى دليل على عصمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.